فيما يخص هذه الحملة راحنا درنا برنامج خاص في خيمة لأول مرة. هذه الخيمة هذه تنطلق فيها عملية التبرع بالدم باش نشجعوا كل سكان ولاية خنشلة باش هذه المبادرة هذه تعم كامل البلديات. العملية ستتواصل إن شاء الله. هناك ثاني برنامج يعني راح يكون ثاني على مستوى المساجد وكذا على مستوى ساحة عباس الغرور. نريد من خلال عملية تبرعنا بالدم إلى مد يد العون فعليا لهذه الفئة والإحساس بها خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.